قدمت عروض لأجل إدخال نسبة على الأقل نسبة 30% من المنتوج المحلي، وبتواجد شبكة صناعية على المستوى الوطني لتدخل في إطار تشييد هذه المشاريع المستقبلية، مشاريع الطاقات المتجددة، الطاقة النظيفة، ومن أجل كذلك التنمية المستدامة. المرحلة الأولى من إنشاء محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية في 5 ولايات، يتطلب منا الرفع من نسبة إنتاج المحتوى المحلي، لأنه أحد الروافع الهامة لخلق مناصب الشغل في هذا الوقت وفي هذا التوقيت. شهرا قبل موعد فتح أظرفة العروض الموجهة للمستثمرين لإنجاز 1000 ميجاوات التي ستمثل المرحلة الأولى من مخطط عمل الحكومة.